معلقة قهوة ومعلقة خل. وصفتنا النهاردة جبارة، وصفتنا حكاية، اوعي تفوتك. هتبيض بشرتك وهتخلي جسمك ابيض زي القشطة من اول استخدام بمكون جبار. هتشلك البقع والكلف اللي من سنين، هتصنفر وهتشيل الجلد الميت تماما. هتبيض بشرتك وهتخليها فاتحة، وهتخلي المنطقة الحساسة عندك بيضة زي القشطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. بتمنى منك ان انتي تشاركي الوصفة دي مع اصحابك، علشان بنية الخير، علشان الكل يستفيد. لان الوصفة دي بمجرد وضعها على الجسم بتفتح جدا، وبتشيل الاسمرار بشكل فعال قوي، حتى في المناطق الحساسة بتخلي الجسم ابيض جدا جدا، والنتيجة هتشوفيها بعينيكي ان شاء الله. لو اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفة سهلة يا بنات، بس مفعولها جبار. للكلف، للنمش، للبقع، للسواد العنيد، بتشيل كمان الشعر اللي تحت الجلد والحبوب وجلد الوزة، بتفتح جدا 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 من ضفر رجلك لشعر راسك، هتبقي قشطة ان شاء الله. اول حاجة حبايب قلبي، معايا هنا طبق بالشكل ده، تمام، ومعايا هنا زي ما انت شايفة كده بضاية واحدة بس. ده اللي انا عايزاه منك، بضاية واحدة بس بالشكل ده. ومش هناخد البيضة كاملة، احنا هنكسر البيضة كده، تمام، بالشكل ده، وهنشيل البياض، وهناخد الصفارة فقط، هناخد صفارة البيضة بتاعتنا فقط بالشكل ده. وطبعا خلاص البياض ده احنا مش عايزينه، احنا هنحتاج صفار البيضة بس. والبياض ده برضو هقولك هتعملي فيه ايه، تمام. هننزل على صفار البيضة بتاعتي بالظبط كده معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، وهنحطها بالشكل ده كده على صفار البيضة بتاعتي، وهنقلبهم كويس قوي بالشكل ده. تمام، قلبناهم يا حبيبة قلبي بالشكل ده، الصفار مع النشا، تمام. الوصفة تحفة، والنتيجة بجد هتشوفيها بعنيكي من اول استخدام، تمام. وهنبدأ ان احنا ناخد معايا هنا القهوة النسكافيه، القهوة سريعة الذوبان. انا عايزة نسكافيه، مش قهوة عادية، عايزة نسكافيه. القهوة سريعة الذوبان ممكن تجيبيها اكياس زي كده، وممكن تجيبيها زي ما انت حابة. لو انت عندك العلبة الكبيرة بتاخدي منها معلقة كبيرة، بس انا بحب اخد الاكياس، فزي ما انت حابة. هتحطي، يا اما هتحطي معلقة كبيرة من النسكافيه، يا اما هتجيبي كيس زي اللي انا جايباه ده، وهتبدأي ان انت تستخدميه. وهنقلبهم كويس كده يا حبيبة قلبي. الوصفة بجد يا بنات جميلة جدا، وهتعجبكم قوي 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 قوي، والنتيجة رهيبة ان شاء الله. هنقلبهم بالشكل ده كده يا حبيبة قلبي، وهبدأ ان انا بعد ما اقلبهم بالشكل ده، هبدأ انا احط تاني مكون معايا، كلها مكونات من بيتك بالشكل ده، وهو البيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا يا بنات، يعني البنات اللي جربته واتحسست منه ما تستخدمهوش، لكن هو فعال جدا لإزالة الاسمرار وبيفتح قوي. فانا زي ما قلت، البنات اللي اتحسست منه قبل كده استغني عنه، وبرضو هقولك البديل بتاعه، تمام. انما البنات اللي لسه ما جربتهوش، هقولك حاجة في اخر الفيديو تتفادي اي حساسية لاي مكون بيكون حامي شوية على البشرة. هو رهيب يا بنات، فظيع للتبييض، وبيدي نتائج فعالة مع المكونات دي، يعني النتيجة هتبقى فورية معاكي، حتى لو كان الاسمرار عندك من سنين ان شاء الله هيتشال فورا باذن الله. قلبناهم بالشكل ده. بصي، هو رفع معايا عشان انتوا عارفين طبعا البيكنج باودر بيعمل كده. طيب انا هقولك البديل بتاعه، والبديل بتاعه يا حبيبة قلبي الرز المطحون. يعني هتحطي معلقة كبيرة من الارز المطحون او دقيق الارز بدل البيكنج باودر، بس طبعا يفضل البيكنج باودر.
معايا هنا بقى بطل الوصفة بتاعتي، وهو الخل الأبيض. الخل الأبيض بيدي صنفرة وتبييض للبشرة رهيب رهيب، وبيشلك كمان الشعر اللي تحت الجلد، وبيشيل جلد الوزة، وبيساعد على إزالة البقع الداكنة اللي بتكون في المناطق الحساسة وفي الجسم. هبدأ إن أنا أضيف من الخل بتاعي معلقتين فقط من الخل، وطبعا الخل هنا مش هيتضاف لوحده، هنحط مكون تاني علشان ما يبقاش حامي على البشرة برضو. وهقولك على حاجة اخر الفيديو، بعد ما تستخدمي الوصفة دي هتدهنيها هتديكي ترطيب وهتديكي نعومة ولمعان في بشرتك وفي جسمك، وريحة جميلة قوي ان شاء الله. قلبناهم بالشكل ده يا حبيبة قلبي. كل اللي علينا ان احنا هنجيب بالشكل ده كده معلقة واحدة بس من مية الورد، وممكن تحطي معلقة من المية العادية. ليه؟ علشان نكسر حدية الخل، وطبعا التركيز بتاع الخل يكون قليل ما يكونش تركيز عالي برضو. تمام، قلبناهم بالشكل ده بقى القوام زي ما انت شايفة كده كريمي خالص. هبدأ ان انا اجي على جسمي قبل ما اخد الشاور بتاعي. قبل ما اخد الشاور بتاعي هبدأ ان انا ادهن بالشكل ده كده الاكواع، الركب، جسمك كله، ايديكي، رجليكي، المناطق الحساسه، المكان اللي فيه بقع واسمرار شديد، وكمان وجهك ورقبتك. لو وجهك حساس بلاش تحطيها لان هي بتفتح جدا وليها مفعول قوي قوي. بعد ما دهنتيها يا حبيبه قلبي بالشكل ده في اي مكان فيه بقع واسمرار، هتسيبيها على بشرتك بالظبط 15 دقيقة على بشرتك، وبعد كده هتبدأي ان انتي او 10 دقايق، يعني عشان لو انتي هتستخدميها قبل الشاور عادي. بعد كده هتجيبي الليفة بتاعتك الخشنة وهتبدأي تبليها. تمام، وهتبدأي ان انتي تدعكي، هو طبعا هينشف معاكي خالص، فهتبدأي ان انتي بالليفة او بايديكي وتبدأي تفركيه كويس قوي الاول بايديكي، وبعد كده تبدأي تدعكي جسمك كويس قوي. تمام، هنستخدم الوصفة دي قبل ما نغسل جسمنا نعملها. هتعمليها مرتين بس في الاسبوع، النتائج هتشوفيها من اول استخدام، مش هتحتاجي تعمليها غير مرتين ثلاثة بس، لان هي مفعولها بيكون من اول استخدام، من تاني او تالت مرة حتى لو كان الاسمرار شديد هيتشيل. تعالوا بقى بينا دلوقتي يا حبايب قلبي اقول لكم على طريقة حلوة قوي هتدهنيها على جسمك وعلى المناطق الحساسة وعلى تحت الابطين، بتديكي نعومة، بتديكي ترطيب حتى كمان لوجهك، وبتديكي لمعان لبشرتك رهيب جدا. مع التفتيح بقى انسي وهتلاقي نتائج فعالة. بصي يا حبيبة قلبي، ده ايه؟ ده زيت الورد. عايزاكي تجيبيه من اي عطار زيت الورد، وهتبدأي تاخدي معلقة من زيت الورد وهنحطها في طبق عندنا، وهنبدأ ان احنا نحط عليها معلقة من النشا او الكورن فلاور. هنفضل نقلب لحد ما القوام معايا يبقى كريمي خالص. لو انت عايزة تعملي كمية اعملي كمية، حطيها عندك في علبة، هي زيت الورد مع النشا فقط، وهنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي، وده بيديكي كمان ترطيب وكمان بيمنع الالتهابات وبيديكي نعومة وتفتيح حلو قوي. هتبدأي تدهني بعد الشاور جسمك، وتبدأي تدهني المناطق الحساسة، اتفرجي على البياض وعلى النعومة وعلى الجمال ان شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله تستفادوا منها حبايب قلبي، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.